السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة كليكوك، معكم مريم بركات. اليوم سوف أقدم لكم طريقة تحضير مثلجات بالفانيليا أو آيس كريم بالفانيليا، هذا هو شكله، بدون حاجة إلى آلة صنع مثلجات. كريمي ولذيذ وشهي جدا. سوف نحضره بالكريمة الإنجليزية، وهي في حق أساس تحضير العديد من أنواع المثلجات. نحتاج إلى ربع لتر من الحليب، 35 غرام من السكر، وعود من الفانيليا، وصفار بيضتين. أول شيء سوف أصب الحليب، سوف أضيف له نصف عود فانيليا، إذا لم يتوفر تستخدم فانيليا بودرة، يعني سكر فانيليا بودرة أو مركز الفانيليا. أيضا سوف أضعه على النار، هنا أضيف صفار البيض، أضيف له السكر، وسوف أخفقه جيدا إلى أن يصبح يعني لونه أبيض. هنا نحضر يعني كريمة إنجليزية، هي تشبه الكريم باتيسيير. بعد أن يصبح لونه أبيض سوف أضيف الحليب هنا تدريجيا، أضيف كمية أولى ثم أخلط جيدا. بعد ذلك سوف أرجعها إلى الإناء الآخر، يعني مع الحليب المتبقي، وسوف أخلط جيدا وأطهوه على نار هادئة جدا. لا يجب الخليط أن يغلي، يجب فقط أن يصل إلى 80 درجة. سوف أريكم طريقة لمن لم يتوفر على المقياس درجة الحرارة. نحرك جيدا، كما قلت يجب أن لا يغلي الخليط ولا نتوقف عن التحريك. إذا وضعنا ملعقة خشبية أو سباتول، عندما نمرر الأصبع يجب أن لا يلتقي الشريطين، تلاحظون أمرر أصبعي لا يلتقي الشريطين، يعني أنه أصبح يعني جاهز، أصبحت الكريمة الإنجليزية جاهزة. بعد يعني قبل أن تبرد، هنا سوف أضيف لها الجلوكوز، تلاحظون هي ما زالت ساخنة، سوف أضيف لها الجلوكوز لتبرد، يعني هل يتحلل يعني الجلوكوز، وسوف ننتظر إلى أن تبرد. هذا جلوكوز، نضيف ملعقة واحدة، إذا لم يتوفر يعني لا مشكلة، هو فقط يعني يمنع تكون تلك البلورات ويعطي قوام كريمي أكثر يعني للآيس كريم. بحق أنا أول مرة أجربه، يعني رائع جدا، يضيف قوام رائع للجلاس أو المثلجات. نحتاج هنا إلى الكريمة، 250 ملل كريم شانتيه. على هذا الرابط سوف تجدون طريقة يعني تحضير الكريم شانتيه من انطلاقا من عدة أنواع كريمات. كما قلت أضيف هنا الملعقة من الجلوكوز، يعني إذا لم يتوفر لا مشكلة، يعني لا تستخدموه، هو فقط يعني اختياري. بالطبع يعني الكريم شانتيه أضفت لها يعني السكر، الكريمة خفقتها إلى أن حصلت على كريم شانتيه، يعني السكر على حسب الرغبة وعلى حسب الذوق. هنا أحرك جيدا إلى أن يذوب الجلوكوز، لن أضيفه الآن الكريمة، سوف أنتظر إلى أن تبرد يعني الكريمة الإنجليزية أو لا كريم أونجليز. بعد أن تبرد سوف أضيف هنا الكريم شانتيه تدريجيا لأحافظ على القوام كريمي للخليط. كما قلت الكريمة الإنجليزية أساس العديد من الآيس كريم أو المثلجات، تعطي مذاق رائع للمثلجات. هنا أحرك جيدا إلى أن تندمج، يعني يندمج العنصرين الكريمة مع الكريمة الإنجليزية. بعد ذلك سوف أضعها يعني في إناء محكم الإغلاق، أضعها في المجمد يعني ليلة كاملة أو يعني على الأقل 6 ساعات، لكن أخرجها كل ساعة وأقوم يعني بتحريكها حتى لا تتكون يعني تلك البلورات، يعني بلورات الثلج، يعني لا تكون مثلجات يعني كريمية. لذلك عادة يضعونها في السوفيتير، وهي آلة صنع المثلجات. تلاحظون بدأت يعني تتجمد، خاصة يعني هنا الجوانب، سوف أقوم يعني بفكها وأحاول يعني أن أحركها، يعني كل ساعة على مدى 6 ساعات، كل ساعة أخرجها وأحرك، يعني حتى على أحصل على نتيجة يعني جيدة. هي الآلة السوفيتير التي يستخدمها يعني صانعي يعني المثلجات، هي تقوم بتحريك الخليط وهو يعني بارد، يعني وهو مجمد، هي تقوم بتحريكه ولا تتوقف عن ذلك الأمر، فيعني تمنع حدوث تلك أو تكون تلك البلورات.
نحن سوف نقوم بالعملية يدويا. هذا هو شكله، تلاحظون كريمي شهي جدا ولذيذ. ولا تنسوا أن تخرجوها 10 دقائق قبل موعد تقديمها من المجمد، وقدموها بالهناء والشفاء. أتمنى أن تنال الوصفة إعجابكم وأن تجربوها. لا تنسوا أن تزوروا موقع القناة هو www.clicco.com، وأن تضغطوا على زر اللايك إذا أعجبتكم الوصفة. أشكر متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.